البداية يجب معرفة تاريخ ولادة كل شخص كحساب عمر، هذه أول عملية. إذا كانت هناك يعني مثلا السنوات، نحسب السنوات على أساس أننا نضع الشهر وواحد واحد في شهر واحد. معرفة كم عدد الأشخاص هو مهم جدا، كم عدد الأشخاص الذين لهم نفس العمر. بعد معرفة يعني أعمار الأشخاص ومعرفة عددهم، هنا في عملية الحساب هناك طريقتين. طريقة بسيطة جدا هو مجموع أعمار الأشخاص على مجموع الأشخاص، هذه تقريبا هي عملية تحتاج من الوقت، لكن فيها عملية زائد فقط، في حين أن العملية الأخرى والتي تعتبر هي مبسطة وتسهيلية جدا هي عملية التي تحتاج إلى الضرب والجمع. فمثلا هنا العمر مضروب في عدد الأشخاص الذين لهم نفس العمر زائد العمر الآخر، وهكذا كم يعني المدة التي يعني عددهم. هنا يظهر عندي بعض الإشارات على أي على مجموع الأشخاص. أستاذة، نعم أستاذة، أنت عطيتينا هذه القاعدة خدمنا بها، ولكن ملي جينا نخدمو خدمنا نفس القاعده اللي عطيتينا، ولكن قلتي لي مازال الشهور ما خدمتيهمش، ولكن انت في القاعده ما عطيتينا الشهور، خدمتينا غير بالسنوات. رجع بالله، هذيك السنوات ارجع. تعريف السن، قلنا تعريف السن، في تعريف السن وتحديد السن ماذا قلنا؟ سن الشخص في تاريخ ميلاده الاخير، اي المده الزمنيه منذ ولادته حتى اخر ذكرى ميلاده. السن الذي تم بلوغه خلال السنة، هنا يعني مثلا عندما أقول غزلان غزالي ازدادت في 3/10/1990 مثلا، وعندنا في حالة الإحصاء مثلا في 2012 في شهر 6، هل مثلا يعني هنا عيد ميلادها، متى عيد ميلاد هذا يعني 3/10/1992 تعيد ميلادها، عيد ميلادها 3/10/1912 يعني هنا لابد من معرفة تاريخ ميلاده ومتى ذكرى ميلاده. إذا كانت ذكرى ميلاده في تاريخ الإحصاء ندخله في السنة، إذا كانت ميلاده قبل يعني ذاك التاريخ، يعني هنا المسألة يعني مرتبطة. سنعطيكم بأمثلة، سنرى بالأمثلة. في حالة عدم وجود سنوات كما قلنا في القاعدة، في حالة عدم وجود سنوات هنا نقوم بإعطاء شخص يوم وشهر لميلاده. هذا يعني كان في الدرس، أعتقد هذا الجزء كان عندكم في الدرس. نعم واضح. دابا الاساس استاذه هنا هو ان الفاصله كنحيدوا، يعني كنحيدوا الشهور اللي ما بعد اخر عيد ميلاد، يعني اخر سنه ميلاد. جيد جدا. اذا كان عندنا مثلا الاحصاء عندنا في شهر 6 كيف ما عطيتكم في المثال، عندنا في شهر 6 هنا غادي نحيد اللي قبل، غنحيد اللي من بعد 6، مايمكنش ندخلهم في 6 في شهر 6 مثلا. فهمت هنا؟ يعني خصني نشوف العيد الميلاد ديالو امتى كان، فهو يعني كتحسب على المجموعه الثانيه. هنا مثلا هذا 20 سنه مثلا، هو واخا الا حسبته انا بالسنوات هو ترى هو داخل في العشرين، ولكن الا حسبته بالاعياد بذكرى الميلاد هو ما دخلش في العشرين. لا يصنف شخص ما في فئه العشرين الا اذا بلغ ذكرى ميلاده قبل فتره الاحصاء، هنا ممكن اننا نكون في واضحة. واضحة الجملة؟ واضحة أستاذ، يعني ما يوصل ل 20 عام حتى 12/6 بحركة 2009 مثلا. هذا واضحة دابا، واضح حاليا. نعطيو مثال، أنا فعلا عطيتكم مثال بالسنوات، ما عطيتكمش مثال بالأشهر، ولكن بغيت نتأكد فعلا التمرين، بغيت نتأكد واش انتبهتوا لهذه المسألة ولا ما انتبهتوش لها. فهمتي؟ حيت هذه تحديد السن هو تحديد سن مهم جدا، يعني ما خاصني نعرف ان هذا الشخص واش وصل السن ديالو ولا ما وصلش السن ديالو باش نقدر نحسب. نشوفوا حنا اللي عطينا المثال، كان المثال هو مثال بسيط، واغلبيه يقدر يدير التمرين بطريقه يعني طريقه صحيحه.
نجد أن الخطوة الأولى سهلة جدا ووضحتها في الفيديو بشكل بسيط جدا. الخطوة الأولى هو أنني 2012 ناقص 1961 هنا 51 سنة هنا في هذه المسألة، يعني ما عندناش مشكل، ليست لنا أي مشكلة في هذا المثال، عند لأن هنا السنوات فقط، عندما تكون الشهور هنا نحتاج إلى معرفة هل هذا الشخص ذكر ميلاده كانت في هذه السنة أم لم تكن. نرى الدرس دون الدرس التمرين. أحسن متوسط عمر مجموعة أن تتكون من أشخاص تاريخ ازديادهم على الشكل التالي، تاريخ ازديادهم على الشكل التالي. هنا نجد 1/3/2002، 1970، 12/4/1980، 24/12/1992، 1992، 1960، 12/5/2002، 1980، 2009. بالنسبة لهذه السنوات اللي ما عندهمش الشهور هنا عادي، ماذا سنقوم بأي عملية؟ بأي عملية سنقوم؟ هي في حالة عدم معرفة يوم وشهر الولادة يسجل الشخص فاتح يناير كتاريخ ميلاد، يعني فاتح يناير 1/1، هذا 1/1/1970، هذا 1/1/1992، هذا 1/1/1960، هذا 1/1/1983، 1/1/2002. واضح. ثم يخص هذه المسألة، هنا يجب حساب أن نحسب العمر. سنرى فرق زملائي. كانت هذه هي كان هذا هو الجواب لحساب، هذا جواب زميلة، يعني هنا غدا نحاول ما أمكن أن نكون كل واحد يقول جاوبني فين عندها الخطأ فين عندها الصحيح. لحساب عمر هذه المجموعة نحتاج إلى عدد الأشخاص، وبما أن عددهم هو 9 هنا الجواب صحيح، لأن عددهم فعلا 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أشخاص. الخطوة الأولى هو 2009 ناقص 2002، 2009 ناقص 1970، 2009 ناقص 1980، 2009 ناقص 1992، 2009 ناقص 1960. حد هنا تبدو لنا القاعدة وكأنها مطبقة، لكن غائب جامد. فعلا هذا شخص سعود ذكية، ماذا قلتي؟ بأن الشخص دي عنده 16 سنة، لأن الذكرى ميلاده مازال ما وصلتش، ذكرى ميلاده مازال ما وصلتش في هذا الشخص. 2 الزميلة اللي خدمت في التمرين خدت غير سنوات، هناك سنتين داخل هاد المعطيات اللي هي واحد السنة فيها جوج ديال الشهور ديال الميلاد، واحد الشهر اللي هو قبل من سنة فيها شهر قبل من يوم الإحصاء، من شهر الإحصاء، وسنة فيها شهر قبل من بعد من شهر الإحصاء اللي هي 2002. في 2002 كاين واحد مزيود في شهر 5 وواحد مزيود في شهر 3، جو سي با، ما قدامش الاحصاء. هذه تحسها لك، انا تحسها لك، ما عرفتش كتبان لك دابا ولا لا.
دانس لي. اوكي المهم في هادو ديال ان واحد وي دابا هنا دابا الاشخاص كاين واحد في شهر 3 2002 واحد في سنة خلي عندي الى 3 2002 واحد و15 و12 شهر 5 2002 وكاينه 2002 يعني غادي تلقى مثلا واحد واحد اللي مكمل يعني غتاخذهم كاملين بحال بحال ولكن غتلقى واحد اكثر من غيكون عنده اكثر من 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 العمر اللي كاين عند 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 واحد في نفس السنه اللي قديم دونك من الاحسن اننا ناخذوا هذيك لي دات مضبوطين نحسبوا على اساسهم العمر وكما قلت قبيله نحاولوا نحيدوا الفصيله نحيدوا الشهور اللي فوق من هذاك العمر وغادي يعطينا يعطينا العمر العمر اكثر لا بخصوص واحد ثلاث يعني مرين كاملين وعنقول لكم ان كل واحد عنده خطا وكل واحد غادي يكتشف الخطا ديالو يعني بلا ما نحاول نعطوك كل واحد غادي يبان لنا الخطا ديالو فيما يخص 2009 ناقص 2002 هي كتبان لنا الطريقه صحيحه وعندها العمليه مزيانه والطريقه الخطوه الاولى الخطوه الثانيه عندها خطا واحد وهذاك الخطا لو كان مثلا فيه يعني كان العدد كثير فيهم عندهم نفس الحاله كانت غادي تخرج لها العمليه كلها خطا كلها غادي تخرج لها خطا لو كانت يعني لو كانت نفس الحالات اللي وقعت فيهم اللي غلطت فيهم كان غادي يبان الخطا نلاحظوا حنا بالنسبه لبلاتي زميلكم هذا الاخير الاخر او زميلكم ما عرفتش شكون ولكن هي غادي تعرف راسها اكيد الا لاحظتوا هنا نفس الخطا او نفس العمليه قامت بها هي انها حاولت انها تاخذ 2009 وتنقص منها الاعداد وهكذا المرحله الثانيه هو جمع الاعداد جمع السنوات التي الاشخاص الذين لهم نفس السنوات وهكذا ولكن كان خطا لاحظوا هنا كانت العمليه عند زميلكم ولا زميلتكم اللي كان عندها العمليه شنو هي نفسها كيبان لينا انها حاولت انها تاخذ 24/12/1992 واللي كيخطا فيه الاغلبيه هو هذا 24/12/1992 هو مصدر الخطا عندها صحيح ولكن واخا هكا العمليه خرجت لها خطا عرفتوا فين كاين عندها الخطا حيت هو المشكله فين كاينه هو انه في هذا 24 هذا 1/3/2002 شحال في العمر ديالو كم عمره الشخص سبع سنوات الشخص الذي في عمره 1970 كم عمره 1970 استاذ عنده 39 سنه 39 سنه الشخص اللي عنده 12/4/1983 كم كم عمره في هذا 19 سنه 20 سنة ماشي 19 سنة 20 سنة يعني إلى 2009 ناقص 1980 20 سنة وهو تحصى يعني كان ذكرى ميلاده قبل من الإحصاء إذن عنده 20 سنة ذكرى ميلاده قبل ذكرى ميلاده قبل كل شهر إحصاء إذن عنده 20 سنة بالنسبة لشخص 24/12/1990 هذا أستاذ هذا هو هذا هو الشخص عنده 16 سنة هذا هو الشخص الذي عنده 16 سنة الأغلبية شدوا 2009 نقصوها على 1992 خرجت لهم 17 عام فكسبوا 17 عام في حين أن ذكرى ميلادي كانت ستكون بعد الإحصاء وليس قبل الإحصاء ذكرى ميلادي بعد يعني بعد الإحصاء يعني أستاذة ممكن تدخل غدلان نعم غدلان 24/12/2009 يلاه غيكمل يلاه غيكمل 16 سنة نعم 16 سنة يعني هنا 16 سنة عند هذا الشخص ليس 17 سنة لأن ذكرى ميلادي بعد يعني ما وصلش ذكرى الميلاد يعني. باش انكم تعرفوا غير تلاحظوا واش هو ذكرى الميلاد
ما بعد شهر 6، يعني ما بعد شهر 6 احنا عندنا الاحصاء، عندنا في شهر 6 بقى لي 6، يعني بقى لي 6 شهور باش يكمل داك اللي انا خاصني. اذا هذا لن يدخل في تلك الفئه. 1992 هذا غادي نديرو له واحد شهر 1992، هذا واخا هو هذا الشخص نفس العمر، ولكن ليس نفس العمر اللي درنا له واحد شهر 1992، غادي يولي هذا اكبر من هذا. واضح؟ لم يتم ذكر ميلاده إلا بعد الإحصاء، إذا هذا محسوب على أبناء 93. بالنسبة ل 1992 نفس الشيء، بالنسبة ل 1960 ماشي نفس الشيء بالنسبة لهذا، وإنما نفس الشيء بالنسبة لهذا، يعني واحد في شهر 1 1962. إذا هذا ممكن نقول 2009 ناقص 1992. بالنسبه ل 1960 ممكن 2009 ناقص 1960 وهكذا. حتى هذا الشخص وان كان اقرب الى شهر 6، لا عبد العالي كنتي سولتي في هذه المساله، ولكن هذا يعتبر هذا شخص ذكرى ميلادي قبل من الاحصاء، اذا هذا داخل في العمليه. خصني انا نعرفو غير واش كان قبل من تاريخ الاحصاء كمل العمر ديالو ولا ما كمل. إذا ما كملش ما دخلش عندي في العملية، ما دخلش عندي أنا في الفئة العمرية. واضح الشباب؟ إذا عنده شي واحد عنده شي استفسار ولا شي حاجة ممكن يهضر، راني قلت لكم ممكن تحيدوا الكتب. نمشيو العملية ديال الزملاء ديالكم هنا. هذا خطأ اللي دارته هنا هو ديال السنوات، هذا بان واضح خطأ ديال السنوات، يعني حساب السنوات كان فيه غلط، نفس الشيء غلط في السنوات. هاد الورقة أو هاد صحيح، هو كيبان لي أن العملية ديال صحيح ممتازة، يعني حاول أنه 2002 عنده 7 سنوات، 1970 عنده 39 سنة، 1983 عنده 20 سنة، أيضا 1982 عنده 16 سنة، 1960 43 سنة، عنده كل شيء صحيح، ولكن أين الخطأ؟ المرحلة الثانية جمعت 7 سنوات 3 أشخاص، 39 سنة فيها شخص واحد، 20 سنة شخصان، 16 سنة شخص، 49 شخص. أين الخطأ يا شباب؟ ممكن أستاذة واخا نسيت واحد الفرد اللي هو الشخص او هنا شخص غير موجود، شخص غادي يغير العملية كاملة. إلا اخطأتي في شخص واحد ما درتيش ليه العد، هناك خطأ. قد نلاحظ أنها عندها عدد أشخاص 8 أشخاص، في حين أن احنا عندنا عدد الاشخاص 9. نشوفوا هذا تقريبا هي عندها صحيح، وهذه تقريبا قراب للعملية، ولكن تخطئوا غير في بعض الاشياء. استاذة ممكن تدخل؟ تفضلي استاذة. ممكن نجمعوا السنوات هذا الشخص واش كان عنده الذكرى ميلاد ديالو كانت قابلة هذا الشهر ولا لا؟ اذا كانت قابلة هذا الشهر غاديري تبقى، اذا كانت قابلة هذا الشهر صافي غادي تحسبي له عادي، ما تخرجش في الشهور والنهار ولا شي حاجه، تشدي مباشره تحسبي له. ولكن اذا كانت عنده بحال هذه الحاله، مثلا هذا اللي عنده 24/12/1992 عنده ذكرى ميلاده من بعد شهر 6، هذا صافي هذا غادي بحال نزيد له هو العمر ديالو، وكان مثلا 1990 يولي 1993 مثلا. هذا نديرو في الفئة الأخرى، نحسبو في الفئة الثانية صح، يعني نحسبو في الفئة الثانية بحال وكأنه هو ما دخلش في نفس الفئة. أنا نعطيكم بعد العمليات اللي كيقوموا بها الزملاء ديالكم اللي هي
كتسهل هذه القضيه، ولكن غير باش باش ما تمرضوش في هذه المساله عاديه. غادي تشوف هذا ذكرى ميلاده هذا الشخص، انا في الاول نشوف الا كانت عندي الاشهر وعندي وعندي الايام والسنه، هل ذكرى ميلاده قبل ذكرى ميلاده قبل هذا تاريخ الاحصاء او بعد؟ كانت قبل هذا قبل هذا بعد هذا خصني نحسب معاه، هذا قبل هذا قبل هذا قبل هذا قبل ثاني كنولي نقدر ندير هذيك العمليه ديال 2002 ناقص كذا هذا في الواسع، فهمت؟ ولكن الا كانت هذه المساله خصني ناخذ الحل ديالي حيت لانه غادي تقدر بحال مثلا ممكن يكونوا مصوتين غير بالايام مثلا غير بالايام، ولكن هي ذكرى احنا ممكن انه تكون مثلا في 34 بغيت نقول مثلا في 16 مثلا 16 شهر 6 2009 هذا من بعد من بعده، ولكن واخا هكا كيتفقوا هما اغلبيه بالشهور. نعطي واحد القاعده، ممكن استاذ نعطي واحد القاعده، هو ان اي فاش كنشوف اول حاجه غنشوفوها غنشوفوا الناس اللي مزيودين في نفس السنه اللي عندهم شهر ونهار، عندهم شهر ونهار مزيودين في نفس السنه اللي ما عندهمش وتاريخ الاحصاء. الا كانوا مزيودين قبل من تاريخ الاحصاء فهما غيكون عندهم نفس لاج، عندهم نفس العمر. كانوا الا كان عندنا واحد مورا الاحصاء واحد قبل الاحصاء واحد مورا الاحصاء، غنعرفوا هنا بان هذه الحاله راه غيكون عندنا جوج ديال، رغم انهم في نفس السنه راه عندهم جوج ديال الاعمار. دونك هنا غنحاولوا نتريو، لان دابا غنعرفوا فين غيكون عندنا المشكل. المشكل هنا غيكون عندنا فقط اللي مزيودين في نفس السنه وعندهم اشهر مختلفه. نعم مثلا في حاله اوجي في حاله اوجي هنا 1/3/2002 وهذا 15/5/2002 وهما بجوج بهم ما عندهمش المشكل، يعني لانهم بجوج بهم قبل من تاريخ الاحصاء. ممكن نحسب غير 2002، ما مستعدش نحسب 2002 مره اخرى صافي، يعني سهله. هنا كيعطيني انني إيه فين غادي نمشي انا رد البال على كيف بين قوسين نحضر راسي بهذوك اللي عندهم واحد قبل وواحد من بعد. اما اللي كانوا بجوج اذا كانوا من قبل صافي نحسب انا غير السنه، اذا كانوا من بعد راه نحسب تما خصني رد البال بانني خصني نحسب قبل من هذاك لاضات اللي معطيه اللي غنحسب فيه المعدل. صح وشكرا. هذه هي العمليه، هو انه خصني ضروري في حاله وجود الايام والاشهر نعرف ذكرى ميلادي واش كانت قبل تاريخ الاحصاء او بعد الاحصاء. ملي كنشوف انه قبل تاريخ الاحصاء هنا كتسهل عليا القضيه، ملي كنشوف انها بعد تاريخ الاحصاء هنا عندي المشكل، خاصني نحضن معاه ونشوف انه راه ما محسوبش على هذه الفئه، ما محسوبش على الفئه اللي قبل وانما محسوب على الفئه اللي من بعد. نرجعوا هنا للتمرين. بالنسبة لزميلكم بحال هاد العملية نطلبكم انكم علاش انا ملي كنشوف الخطوة الاولى الخطوة الثانية على الاقل كنعرف الخطأ فين عنده، الخطأ فين عنده، الصحيح كنعرف ان الطالب فاهم ولكن وقع له شي خطأ مثلا هكا، يعني ممكن من عدم التركيز عدم الانتباه شي حاجة بحال هكا اللي ناقصة، ولكن بحال هاد العملية يعني كتبين ما عرفتش فين نقدر، يقدر يكون عنده الجواب صحيح ولكن ما فهمش. مثلا هنا نشوف الخطا ديالو، الزميل ديالكم فين عنده الخطا ديالو، فين عنده الخطا؟ واحد فيكم عرف الخطا عنده؟ شكون اللي عرف عنده فين عنده الخطا؟ عنده طريقه العمل، فين عنده هذا هو هنا الخطأ بمعنى ان هذا الشخص يعني قام بعد 39، شوفوا شحال من شخص عنده 39، يلا واحد اللي عنده 39 سنة في حين هو دار 39 في جوج، في حين
كاين ان 20 سنه هو اللي كاينين جوج اشخاص اللي عندهم 20 سنه. نفس الشيء بالنسبه لزميلكم هو نفس العمليه تقريبا. الاخطاء اللي كانت فيها هو 3+1=39، 2+20، 1+16+1=17، 1+40 على 9. هذا واش هي خطأ ولا صحيح؟ هل هذا الجواب صحيح أم خطأ؟ صحيح أم خطأ؟ لا جواب. هو عنده الجواب صحيح، ولكن غير هو من يشير إلى القوات كيف قام بالخطوة الثانية والخطوة الثالثة ووصل إلى الخطوة الأخيرة. أما جوابه جواب صحيح، فقط تنقصه الخطوات. نلاحظ فيها الخطوة الأولى حساب عمر الأشخاص، ونجد أن عمرهم تبعا هو 7 39 20 بالنسبة للشخص الرابع، قد تم الإحصاء قبل عيد الميلاد، لذلك في سنه 20 سنة 19 49. هنا يمكن عندها مشكل غير في الوورد كيقلب الأرقام، ولكن كيظهر على أنها على الأقل فاهمة وحسبات 37 وقالت أن الشخص هناك شخص ما عنده مشكل لأنه تم الإحصاء قبل عيد الميلاد. هنا انتبهت إلى عيد ميلادي، وهذه يعني هنا ملاحظة مزيانة، تبان لي أنها انتبهت للدرس بشكل جيد. بذلك لدينا 9 أشخاص، 3 منهم عمرهم 7 سنوات، و2 عمرهم 20 سنة، و1 عمره 39 سنة، و1 عمره 16 سنة، و1 عمره 17 سنة، والآخر عمره 49 سنة. يعني هنا قامت بالخطوة الأولى وبالخطوة الثانية، وأيضا هنا المرحلة الثالثة وهي الخطوة الثالثة متوسط العمر، هنا قامت بالضرب والجمع، فكانت العملية هي 20.22 وهو الجواب صحيح. إذا متوسط عمر هؤلاء الأشخاص حوالي 20 سنة. إذا لاحظت يا غزلان هو عندك الجواب هي 20.33، ولكن لو كانت عندنا بعض الحالات كثيرة كانت قبل الإحصاء، كانت يعني عيد ميلادها قبل الإحصاء، وكانت يعني كان واحد متغير كبير، غادي تبان عندك الفرق كبير، ولكن لأنه كاين غير فرق سنة ما كاينش الفرق كبير. هي فعلا كتقول إذا متوسط عمر هؤلاء الأشخاص 20 سنة، ولكن يعني كاين عندك المشكل فاش حسبتي 20.53. واضح؟ بالنسبة للسماح، السماح قامت بخطوات، بالخطوة الأولى هي أنها حاولت، عندكم سماح ويمكن دنيا ولا نادية ما عرفتش شنو الاسم ديالها، اللي داروا خطوات يعني عملية وحاولوا أنهم يجمعوا الشهور والأيام والتواريخ. فعمل الخطوة الأولى اللي قامت بها في حساب المتوسط هو أنه حاولت أنه تجمع 13، يعني درت عملية يعني باش ما تحس بانها يعني تقدر انه ممكن انه يوقع على واحد الخط، فحاولت كل الشهور تقوم بالحساب ديالها، وهل هي قبل ام بعد ام كذا، وبالتالي حاولت حتى في هذه المساله ديال شهر 16 لاحظت ان هناك واحد الفرق ديال يعني كاين فرق ديال 12 شهر وفرق ديال كذا. فهنا العمليه حاولت انها ما خطاتش في كل واحد فيهم واعطاتهم، غير هو نسيت واحد الرقم، نسيت واحد شخص ما عرفتش شكون هو، ا بي سي دي، ما عرفتش هذيك او علاش كلشي كينسى او، نسيتو سميتو، نسيتو حتى السماح. المهم واحد الرقم نسيتو، او رقم هو اللي كينسى. بالتالي هي عندها العمليه كلها صحيحه والخطوه كلها عندها صحيحه، يعني ما هنا غادي يبان لنا ان الطالبه ما غاديش ممكن انها توقع على الخلط ديال السنوات كلهم ضبطهم مزيان، ولكن نسات شخص. الخطوة الثانية
الخطوة الثانية هو أن نجد أن 7 سنوات عنده هناك 3 أشخاص، 20 سنة شخصان، 39 سنة شخص واحد، 16 سنة شخص واحد، 17 سنة شخص واحد، 49 سنة شخص واحد. الخطوة الثالثة وهي هذه العملية هي أننا نقوم بالضرب والجمع، فتكون العملية على الشكل التالي، وبالتالي 22 هنا ضروري ضرورة مؤكد تكسبوا لي 22 فاصلة شحال فاصلة جوج أرقام من بعد الفاصلة، وهنا عاد حسب متوسط العمر هو 20 سنة. واضح في هذه المسألة؟ هل من أسئلة في هذه المسألة؟ واضح أستاذ واضح. هنا أعطيكم التمرين صحيح. الخطوة الأولى التي نقوم بها التمرين يعطينا هو أنا عاود نحسب لكم طريقة، يعني إحنا صححنا الزملاء ديالكم، ولكن أنا نعطيكم طريقة اللي خصكم أستاذ أنا سبت لك واحد الجواب ما درستيش. شكون هو هذا؟ سرت لك واحد الجواب. لا انا جاوبت على الاجوبه الاخرين، ولكن يعني رجعتي صححتي. لا سرت لك صفور بدون ايماج، سرت لك ايماج. انا حاولت نجاوب على كل الاسئله، ولكن اللي ما جاوبش عليهم ما عرفتش. هي نقول لك التجربه ديالي انا صراحه، فاش بغيت نحسب هادو واخا غادي تكون هي لا ميثود اللي درت هي قريبه للبحث اكثر ما هي مثلا في الامتحان، انا جبت واحد لابليكاسيون اللي كتعطينا كتعطيها لاداط الاول، كتعطيها داك لاداط وكتعطيها لاداط فين باغي تحصر لاداط ديال الاحصاء، يعني كتعطيها فين باغي تحصر السيم كتعطيك اوتوماتيكمون داك الشيء بالفصيله، وهذا وحيدت الفصيله و عطاتني نتائج اللي هي هكا هاد، يعني نتائج صحيحة بهذا الشيء. لا ولكن خاصكم تعلموا كيفاش ديروها هكا، يعني ماشي باستعمال شي ابليكاسيون ولا شي حاجة. لا هي في البحث الميداني ولا راه ممكن انك تستعملي في الامتحان خاصك تحرك دماغك. انا غير باش ما نحركش دماغي بزاف. طبعا انا كنمن لا حاليا دابا غير تعلموا الطريقة كيفاش تعملوا حيت في الامتحان ما غاديش تعملوا الهواتف نهائيا استثناء الحاسبه، اللي تكون عندكم حتى الهواتف باش تحسب فيه ما كاينش، ممنوع. العمليه بوحدها اللي عاد تسجلها هو انك تكون عند والحاجه اللي تكون عندك هي اله حاسبه، وبالتالي حاولوا انكم تقنوها وتعرفوا غير الطريقه وسهله، ما كاينش اللي صعيبه بزاف، يعني اي واحد ممكن يحفظها سهل. فاحنا السؤال عندنا هو احسب متوسط عمر مجموعه ان تتكون من اشخاص تاريخ ازدياد مع الشكل التالي 1/3/2002. الخطوه الاولى هو بالنسبه لـ عمره 7 سنوات، بالنسبه لـ 36 سنه، سي 20 سنه، دي 16 سنه، او 17 سنه، اف 49 سنه، جي 7 سنوات، اش 20 سنه، اي 7 سنوات. اذا عدد الأشخاص الذين لهم 7 سنوات كان 1 2 3 أشخاص. ممكن نقوم بالعملية اللي عطيتها لكم هي ديك ديال حيت أنا الطريقة الأولى وريتكم المرة الأولى الطريقة الأولى، ولكن هذه المرة بغيت نوريكم الطريقة اللي نرجع لكم. أنا قلت لكم جوج طريقات، كاين مجموع يعني جوج طرق، كاين الطريقة الأولى هي مجموع أعمار الأشخاص على مجموع الأشخاص، وهنا هذه العملية التي تقومون بها وهي اللي درتها لكم في المثال. في التصحيح عطيتكم العملية أخرى في التصحيح، يعني باش نوريكم راه كاين طريقة أخرى اللي ما استعملتوهاش، اللي هي هذه في حالة الناس اللي عندهم مشكل مع الضرب وجدول الضرب وهذا، ولكن هي صعيبة بالنسبة للصعيبة إذا كانت عدد عندنا مجموعة كبيرة وأشخاص كثار وهذا أكون عندكم صعيب. غير هي هذه سهلة يمكن أنك تستعملها. فأنا درت عملية سهلة جدا، هو أن هذا الشخص 7 زائد 20 بثمن التحت، هنا 7 زائد 20 زائد 7 زائد 49 زائد 17 زائد 16
10 زائد 20 وهكذا الى زائد 7. فكانت العمليه على عدد الاشخاص هم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اذا 9. فحاولت القيام بعمليه الجمع فكانت 82. نفس العمليه لو قمت ب يعني 7 كم من مره، يعني 7 في مثلا نعطيكم هنا غادي نحسبتوها غادي تخرج لكم نفس الطريقه ضروري من بعفي كم 7 في 3 زائد عشرين في اثنان تسعة وثلاثين كم من مرة؟ تسعة وثلاثين كذا، فهو مادام غير مكرر غادي نديرو تسعة وثلاثين زائد زائد كم؟ زائد ستة عشر زائد سبعة عشر زائد لا 17 كاين انا 17 زائد 9 40 36 16 46 كثرنا العدد كله. حيت باش عانتو شوفو باش تعرفو ريوسكم واش درتوهم كاملين ضروري ما تحسبوهم، حسبتوهم تسعود هنا نحسبوهم تسعود 1 2 3 4 6 إذا تسعة الأشخاص على تسعة. إلا قمتوا بالعملية دابا حاليا شوفوا شحال تخرج لكم. نفس الرقم 20.22 غتخرج لنا نفس الرقم، غيخرج لنا 182 182 على تسعة نفس العملية. بمعنى هنا غادي يجينا كلهم نفس الجواب. بالتالي كيف ما خرجتي العمليه ديالكم كيف ما سواء بالطريقه الاولى ولا بالطريقه الثانيه غادي يخرج لنا نفس الرقم. وهنا يجب ان نقول ان متوسط عمر مجموعه ان هو 20 سنه.